اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. ايام عيد مباركه وكل سنه وانتم بالف خير، والعيد يعني خوجه حلوه واكله حلوه مع لمه احلى، مش مختلفين اطلاقا. لكن مين قالك يا جميلة الجميلات، سواء كنت بيضة ولا صبرة ولا قمحية، ان جمالك في العيد بالبليات شو اللي بتركبيها على وشك. عارفة انك عايزة تبقي منورة، بس مش لازم تبقي لمبة نيون 300 وات. قبل ما تدوري على جمال الشكل، واحنا طالعين من شهر كان كله طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، احرصي على حسن صلتك بربنا. لان طبعا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه بيحبك فيه خلقه وعباده الصالحين. أثناء بقى شهر رمضان وأثناء الصيام، بنات كتير وستات كتير وقتهم بيبقى ضيق جدا، وبيبقوا حريصين قوي على استغلال كل لحظة في الشهر المبارك، وده بيخلي البعض منهم بعد مرور شهر رمضان تحس إن بشرتها بقت ناشفة شوية، أو إن بقى فيها شوية مشاكل محتاجة عناية واهتمام منها. والحقيقة إن دي مش رفاهية زي ما في شريحة ممكن تبصلها، لأن الجسم السليم بيظهر على الوش، وكمان الجسم المريض بيظهر على البشرة الخارجية. حلقتنا بإذن الله معاكم النهاردة هتبقى لكل اللي عايزة تبقى متألقة، ومش هننسى حتى البنات الصغيرين. لكن قبل ما نبدأ معاكم كلمتين مهمين لازم الكل يبقى عارفه. احنا في أيام عيد وفي خروجات كتير، وما أدراكم بقى بخروجات العيد. نصيحة لكل عيلة، اخرجوا مع أولادكم وكفوهم وفرحوا معاهم أحسن ما تقولوا لهم مش خارجين، أو تسيبوهم يخرجوا مع أصحابهم، فأجلوا خروجات الصحاب دي لبعد زحمة العيد وبعد ما تروح وتخف شوية. وده حرصا على البنات من المضايقات اللي بتظهر في العيد بشكل الحقيقة بيبقى مستفز جدا. ولكل شاب، قبل ما تضايق بنت افتكر ان ده بالذات سلف ودين، وهيتردلك، هيتردلك بقى في اختك او امك او بنتك مستقبلا، لكن هيترد. كل ده ان ما تبتش وبطلت معاكسة في بنات الناس. وللبنوتات بقى الحلوين، قبل ما تخرجي تاني بصي على لبسك كويس وشوفيه يرضي ربنا ولا لا. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ربنا يرضى عننا جميعا، وكل عيد وانتم بخير. فاصل ونبدأ معكم.